بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج الذي جعلناه في قصص وعبر من كتاب الله جل وعلا ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومما ذكر أهل التاريخ والسير. هذه القصص لا نذكرها لأجل التسلية بل لأجل الفائدة. معنا اليوم ثلاث قصص رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما روى كل قصة إلا لعبرة من العبر وفائدة من الفوائد، وسوف نذكر كل قصة وما فيها من فوائد وما فيها من عبر. أما القصة الأولى فيذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن رجل كان يمشي في أرض فلا، رجل في زمن من الأزمان. من هذا الرجل؟ لا يهمنا في أي زمن، أيضا لا يهمنا، المهم والعبرة فيما حدث، ليس في أي أرض أي فلات من هذا الرجل في أي زمن، هذا كله ليس بمهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتكلم إلا بما هو مفيد، ولهذا أوتي جوامع الكلم. كان يمشي في أرض فلا ومر سحاب فوقه، فسمع صوتا داخل السحاب. تخيل أنك تمشي في صحراء وتسمع صوت داخل السحاب فوق، هذا الصوت غريب، وصوت في صحراء وأنت تمشي في صحراء، يعني سبحان الله الإنسان يخاف إذا سمع هذا الصوت، لكنه ماذا سيفعل حتى لو خاف؟ قال: سمعت صوتا داخل السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، رجل باسمه، اسقي حديقة فلان. فزع الرجل، الرجل يخاف الآن، واحد يقول ومن الذي تكلم الآن وأمر من أن يسقي حديقة فلان وباسمه؟ شوفوا تخيلوا، يعني يقول خالد ولا عبد الله ولا عبد الرحمن ولا اسقي حديقة عبد الله، اسقي حديقة فلان باسمه. يقول، فتحجب الرجل الآن، فإذا بالسحاب يتحرك ويتجه باتجاه هذا الإنسان. الآن أخذه الفضول، لازم يعرف من فلان، وهل الأمر حقيقة، وهل ما سمعته أنا وهم أو حقيقة، ما يدري. فأسرع باتجاه السحاب، يبي يشوف وين رايح. اتجه السحاب إلى مكان، ثم أرعدت السماء، ثم بدأ المطر ينزل. يقول: فرأيت الماء يتجمع في وادي، في شرج، في أودية، يتجمع الماء كله في مكان واحد ثم يسير في ذلك المجرى. فأخذ الرجل يتبع، يتبع الماء وين رايح، لازم يعرف الصوت هذا حقيقة أو خيال. يقول: فأسرع فإذا به يرى الماء يصل إلى مزرعة من المزارع، مزرعة في الصحراء، غناء، ثمار، جنان، في داء في الصحراء نفسها، والغيم يتجه إليها وينزل عليها الماء، شيء غريب أليس كذلك؟ يقول: فإذا بالماء يصل إلى تلك الحديقة والمزرعة، وإذا برجل عنده مسحاته، يعني يوجه الماء إلى داخل حديقته، يمنع من هذا المكان ويسير إلى هذا المكان حتى سقى الماء الزرع كله. يقول: فجئت إليه وسلمت عليه. من صاحب المزرعة؟ أنا صاحب المزرعة. خير؟ قال: ما اسمك؟ قال: اسمي فلان، نفس الاسم الذي سمعه في السماء. تأكد الرجل أن الذي سمعه ملك من الملائكة، ملك يأمر ملك الجبال، أو عفوا ملك السحاب، أن يأتي بالماء وبالمطر إلى حديقة فلان في الصحراء، اتجه إلى حديقة فلان. الآن تأكد الرجل أن الأمر ليس بخيال، الأمر حقيقة، والملك أمر السحاب أن يسقي تلك الحديقة من بين مزارع الناس وخيرات الناس، اختاري هذه المزرعة. يقول: فقصصت عليه القصة لما سأل: لما سألت عن اسمي؟ ليش؟ وما شأنك باسمي؟ فأخبره الخبر وما سمع، ثم قال له: أسألك بالله أخبرني، ولما السحاب يسقي حديقتك من بين الناس؟
فقال الرجل: أما وإنك قد سألتني. خلاص سألتني راح أجاوبك، شيء شفته بعينك الآن ما أقدر أخفيه. قال: أنا أزرع هذه المزرعة، فإذا حصدت جعلتها ثلاثا، ثلاثة أثلاث. تخيلوا الحصاد المحصول كله يقسمه ثلاثة. قال: فآكل وعيالي ثلثة، ثلث حقي حق عيالي طول السنة ناكل منه. قال: وأتصدق بالثلث، يعني أكلنا والصدقة نفس الشيء، إحنا والفقير واحد، ثلث لي ولعيالي وثلث للفقراء والمساكين، يعني أنا وعيالي حالنا حال الفقراء، نأكل مثلهم. تخيل من يسويها ثلث فلوس يتصدق فيها. قال: والثلث الأخير أرجعه في المزرعة، لازم يرجع عشان يزرع منه مرة ثانية، حتى تبقى مثل الوقف، حتى يبقى الزرع ما شاء الله. إذن هذا الرجل ما الذي جعل السحاب يسخر له إلا أنه كان إنسانا يفعل الخيرات ويتصدق بها؟ وما تفعل من خير تجدوه، وما تفعل من خير فهو يخلفه، والصدقة لا تنقص المال أبدا بل تنمي المال وتباركه، يمحق الله الربا ويربي الصدقات، أي ينمي الصدقات ويكثر الصدقات، ويبارك الله عز وجل في المال. من عمل صالحا فلنفسه، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. شوفوا أثر الصدقات وثمرة الإنفاق. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. أرأيتم إلى الإنفاق في سبيل الله وإلى الصدقة في سبيل الله وإلى عمل الخيرات كيف صنعت لهذا الإنسان؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ما أدرى هذا الرجل أن الملائكة تسخر السحاب من أجله، لكن الله عز وجل أطلع ذلك الرجل علشان يوصل الخبر لهذا الإنسان ليثبته على الدين. فضل الصدقات عظيم، فضل الإنفاق كبير. كم من الناس اليوم من تصدق بصدقة فشاف الله مريضه، يمكن ما يدري أن الله شاف هذا المريض لصدقة تصدق بها قبل سنوات، ما يدري، لكن هذا هو السبب. كم من إنسان تصدق بصدقة فصرف الله عنه مصرعا حادث، لولا أنه تصدق لانقلبت السيارة لكن الله نجح. صدقات تحفظ الإنسان، تنمي ماله، تبارك في رزقه وفي أولاده، ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. هذا رجل في صحراء، لكن يقص النبي علينا قصته ليش؟ عشان يحثنا على الصدقات، على الخيرات. إحنا ما طلب منا وأوجب علينا نتصدق بثلث مالنا، يعني لو الإنسان عنده 1000 دينار، 1000 دينار في حسابه الآن، من منا يطلع 333 دينار صدقة و333 دينار لعياله و333 دينار يشتغل فيها مرة ثانية؟ من منا يفعل هذا؟ الواحد لو عنده 1000 دينار يطلع 20-30 دينار زي النعمة. لو 100 دينار من 1000 هذا كريم. حتى الأولاد وحتى الأهل، لما قال الرجل وثلث لأهلي وأولادي، فهذه صدقة أيضا. إذن هذا الرجل متصدق بالثلثين، ثلث على الفقير وثلث على أولاده، وأفضل الصدقة على الأهل والأولاد. إذن هذه كلها صدقة أصلا. طيب والثلث اللي رجعه؟ هذا ليبقي الصدقة تستمر. إذن كأن هذا الرجل كل ماله لله عز وجل.
ما جعل شيئا لأجل الدنيا، كل أمواله لله، فأكرمه الله عز وجل. هذا دليل على أن هناك كرامات يكرم الله فيها عباده الصالحين وإن لم يكونوا أنبياء، كرامات الله يكرمهم بها. ومن الكرامات ذلك الرجل الذي سخر الله عز وجل له السحاب. قصة أخرى رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا في زمن من الأزمان، ولا يهمنا هذا الزمن ولا من حصلت لهم هذه القصة. هذه القصة لرجل خير صالح أراد أن يشتري عقارا، رجل في خير أراد أن يشتري بيت، يشتري عقار، يشتري أرض، فذهب إلى رجل عنده أرض ومزرعة فاشتراها منه. ومرت الأيام يحرث هذا الرجل الصالح في هذه المزرعة، يحفر، يحرث، يبني، يهدم، يجدد في هذه المزرعة، يبني له بيتا فيها. وهو يحفر في هذه المزرعة ويحرث فيها إذ وقع الفأس والمعول في صندوق، حفر الأرض، أخرج الصندوق، فإذا هو ممتلئ ذهبا وفضة ومجوهرات وخيرات، كنز، كنز وجده داخل هذه الأرض التي اشتراها من ذلك الرجل. الآن من يدري عنه؟ ما في أحد. اشترى الأرض ولا ما اشتراها؟ اشتراها. هو الذي وجد الكنز ولا غيره؟ هو الذي وجد الكنز. الأرض له وهو الذي وجد الكنز، وفي النهاية لا أحد يراه إلا من؟ إلا الله رب العالمين. ماذا سيفعل هذا الرجل؟ تخيل لو أنت مكانه، اشتريت أرض وجد داخلها كنز، ماذا ستفعل يا عبد الله؟ وربما هذا الكنز يغير حياتك كلها، ربما يعيشك بنعيم طول العمر، ماذا ستفعل وماذا ستصنع؟ تتوقع ماذا عمل هذا الرجل؟ هل احتفظ بالكنز لنفسه أم أنه يعلم؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ حتى لو يراه الله عز وجل الأمر فيه شك، يمكن يكون حلال عليه أصلا، خلي أخذ الكنز ويستمتع بهذا الكنز ويعيش فيه. ماذا فعل هذا الرجل؟ ماذا صنع بهذا الكنز؟ وماذا صنع صاحب الأرض الأصلي مع هذا الكنز؟ بل هناك قصة ثالثة أيضا سنرويها لكم، رواها النبي، كلها في هذه الحلقة، لكن بإذن الله عز وجل إذا عدنا لكم بعد الفاصل، كونوا معنا. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معنا. ولأن الرجل كان صالحا تقيا ورعا يخاف من ربه عز وجل، ولا يريد شبهة في أمواله، ولا يريد شيئا فيه شك، أخذ الكنز وذهب مباشرة إلى صاحب الأرض، سلم عليه ورد السلام، فقال له: هذا الكنز لك. قال: ماذا؟ وأي كنز هذا؟ ولم لي؟ قال: حفرت أرضك فوجدته داخل الأرض. قال: لا. شوف الآن العجيب ليس فقط فعل هذا الرجل، العجيب فعل أيضا صاحب الأرض. قال: لا. قال: لما لا؟ قال: بعتك الأرض وما فيها. مستحيل، انتهى خلاص، الأرض لك وما فيها لك. هل رجع الآن صاحب الأرض بالكنز لأنه حلل خلاص؟ مثل بعض الناس يقول: يا فلان حللني، يمكن حتى ما يقول له الكنز، هذا الورع اللي فينا. قال: حللتك خلاص، الكنز لك. قال: لا، بل الكنز لك أنت. قال: لا والله لك. قال: أنا اشتريت الأرض ولم أشتري ما فيها، أنا اشتريت أرض ما اشتريت الكنز اللي فيها، خذ الكنز وخلصني منه. قال صاحب الأرض: بل بعتك الأرض وما فيها، هذه نيتي، يعني خلاص ايش تبي بعد؟ أنا أقول لك الكنز حلال عليك. هذا يرمي الكنز على هذا، وهذا يرمي الكنز على هذا، أي نفوس هذه؟ اختلف الاثنان، كل منهم يريد أن يعطي الكنز لصاحبه، الأمر جد ما هو لعب. ذهب الاثنان إلى من؟ إلى القاضي، كل واحد يشتكي على الثاني: يا قاضي شوف صاحبي يبي يعطيني الكنز. أي أمة هذه؟ أي نفوس هذه؟ أي أمانة؟ أي تقوى؟ أي ورع؟ فجاء القاضي بالاثنين،
سمع حجة هذا قوية، سمع حجة هذا قوية، خذ الكنز لا أريد، أنت خذ الكنز لا أريد. وكان القاضي عادلا حكيما، قال لصاحب الأرض: ألك أولاد بنات؟ قال: نعم، عندي بنت واحدة. قال للذي باع الأرض: عندك أولاد أو بنات؟ قال: نعم، عندي ولد واحد. فقال القاضي: ما رأيكما أن تزوج البنت للولد وتنفق عليهما هذا الكنز؟ هذا الكنز يعيشون عليه ويكونون حياتهم منه. فقبل الأول بهذه الفكرة وقبل الثاني بهذه الفكرة، فزوج البنت لهذا الولد وعاش حياة مباركة بهذا الكنز. والنبي يروي القصة يبين لنا أن هناك أمة من الأمم، وهناك أناس في قلوبهم خوف من الله، ما يرضى بفلس بدينار حرام، عند الحرام حرام، الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشتبهات لا يأتونها أبدا. نفوس زكت، قلوب طهرت، ولهذا خاف كل منهم أن يأخذ شيئا من المال. قصة ثالثة، قصة رجل أيضا في زمن من الأزمان، الله أعلم بهذا الزمن، الله أعلم بهذا التاريخ، ولا يهمنا. رجل أراد أن يستلف من أخيه مبلغا من المال، وهذه القصة حصلت في بني إسرائيل كما جاء في الروايات. أراد أن يستلف منه مبلغا من المال، فجاء إليه قال: تقرضني 1000 دينار؟ قال: أقرضك، لا بأس، هذه 1000 سلف، ليست ربا، قرضا حسنا، لكن ائتني بالشهود، أريد شهودا على هذا. وما طلب خطأ من حقه، قال: ائتني بالشهود. قال: الله عز وجل شاهد بيني وبينك. فرد الرجل قال: الله خير الشاهدين، خلاص قبلت بهذه الشهادة. قال: طيب ائتني بكفيل، الكفيل اللي تكفل بالمال لو ما أعطيتني إياه يكون عليه الدين. قال: ليس عندي كفيل، كفيلي رب العالمين. فقال الرجل: كفى بالله كفيلا، كفى بالله شهيدا، وكفى بالله كفيلا، مع أنه يجوز ونحن أمرنا واستحب لنا أن نكتب الدين، لكن هذا الرجل صالح وذاك الرجل أمين، فقبل كل منهما بالآخر، أعطاه 1000 دينار إلى أجل مسمى، يوم الفلاني ترجع لي المال. قال: بإذن الله. وهذا يعيش في الطرف الآخر من المدينة، بينهما بحر، بينهما ساحل شاطئ. فلما جاء اليوم الموعود، يوم إرجاع المال، وكان المكان عند شاطئ البحر، قال: أجيك في نفس المكان، أنا أسكن من وراء البحر، في اليوم الفلاني تاريخ الفلاني آتيك إلى هذا المكان نفسه وأسلمك 1000 دينار. قال: لا بأس، والله يشهد عليك. فلما جاء ذلك اليوم، صاحب الآن اللي خذ المال، اللي بيرجع الآن المال لصاحبه اللي عايش في الطرف الآخر من البحر، جمع 1000 دينار يبي يوديها الآن للي واعده، لكن انتظر السفن فلم تأتي سفينة واحدة ولا قارب ولا سفينة، قدر الله، في اليوم الموعود ما جاء شيء يحمله، كل يوم تأتي السفن إلا هذا اليوم. ماذا سيفعل؟ ماذا سيصنع؟ وهو يعني يخاف الله، هذا دين لازم أرجع الآن. ويغفر للعبد للإنسان إذا مات شهيدا كل شيء إلا الدين، والدين أمر عظيم عند الله سبحانه وتعالى. ماذا أفعل وماذا أصنع؟ فإذا به يحتار، ستغيب الشمس، ماذا أفعل؟ هذا يريد أن يوصل 1000 دينار، والرجل الثاني منتظر ولم تأتي سفينة تنقله. تدرون ما سوى؟ أتى بخشبة، لأن خايف الرجل لكن واثق أن الله لن يخذله، جاء بخشبة، نقر الخشبة، حفر الخشبة، وضع 1000 دينار في صرة وأدخلها داخل الخشبة، وكتب معها رسالة من جلد، كتب فيها أن هذه الأموال من فلان إلى فلان أرجع فيها الدين، أستعين فيها بالله عز وجل،
أتوكل فيها على الله. وضع الرسالة في الكيس في الصرة، وضع فيها 1000 دينار، أدخلها داخل الخشب، أغلق الخشبة، رمى هذه الخشبة في البحر، وكل أمر لله سبحانه وتعالى. أما الرجل الذي ينتظر ماله في الطرف الآخر، ما أتى صاحبي، ما عنده دليل، ما عنده شهود، ما عنده كفيل، لكنه كان صالحا، أين أموالي؟ لم يأتي بها، لم يفعل شيئا. لما اقتربت الشمس من الغروب علم أن صاحبه لن يأتي، الآن عزم أن يرجع إلى أهله بغير 1000 دينار، ضاعت عليه 1000 دينار خلاص. وهو يريد أن يرجع، رأى خشبة حطت تحملها البحر، جاءت إلى شاطئ البحر، كان يجمع الحطب علشان أهله يأتيهم بالحطب، يشعل فيها النار لأهله، يطبخ فيها الطعام. من ضمن الخشب والحطب الذي جمعه تلك الخشبة التي حملها البحر من الشاطئ إلى الشاطئ بقدر الله جل وعلا. أخذ الخشب، ذهب إلى بيته، أخذ يكسر الخشب ليشعل النار، فإذا به يصل إلى خشبة كسرها فيها صرة. ما هذه الصرة؟ فتحها فإذا فيها 1000 دينار، وجد الورقة داخلها، فإذا بالورقة من ذلك الرجل إليه يبرئ ذمته عند الله جل وعلا. والذين هم لأماناتهم والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. لأنه كان أمينا، لأنه كان صادقا، لأنه التزم بعهده ووعده، فما أخذ له الله جل وعلا، وصدقه الله كما صدق الله جل وعلا. مو بس كذي، الرجل عزم بعدها أن يجمع 1000 دينار أخرى، قال يمكن الخشبة ما وصلت، رجل أمين، فجمع 1000 دينار أخرى، وبحث عن سفينة في يوم آخر، فوجد سفينة وركب السفينة وأسرع بها إلى الشاطئ الآخر متأخرا على الرجل، فجاءه يعتذر منه على تأخيره وأعطاه 1000 دينار. فقال له الرجل صاحب المال الأول، قال: وهل أرسلت 1000 قبلها؟ أنت ما سويت شيء؟ ما أرسلت 1000 قبلها؟ قال: نعم، أرسلت 1000 في خشبة رميتها في البحر، توكلت بها على الله ولا أدري ماذا حصل. قال: أبشر، قد أرسلها الله عز وجل إلي، وصلت الخشبة ووصلت الأموال، وأعطاك الله عز وجل ما تريد، فخذ 1000 إليك، فقد وصلت الأمانة إلي، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. كم من البشر اليوم إذا أخذ مالا من إنسان فإنه لا يرجعه إليه. كم من الناس اليوم ليس بأمين على ماله أو على مال غيره. كم من البشر اليوم من يجحد حقوق الناس وأموالهم، لكن هذا الرجل لأنه كان صادقا صدقه الله جل وعلا. ومن صفات أهل الإيمان الذين هم على لأماناتهم وعهدهم راعون، قصص وعبر نستخلصها من أحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ونستشفها من القرآن والسنة. خلكم وإيانا في حلقة مقبلة بإذن الله عز وجل، ومع قصة من القصص. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قصة الجن الذين يعيشون على هذه الأرض معنا، ما قصتهم وما حقيقتهم؟ الله عز وجل خلق الجن قبل الإنس بآلاف السنين، كما خلق الإنس من طين فقد خلق الجن من نار، وكانوا يعيشون على هذه الأرض قبل الإنس بآلاف السنين، الله أعلم كم سنة، لكنهم كانوا في الأرض يفسدون فيها، مع أن الله عز وجل ما خلقهم، كما أنه ما خلق الإنس إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لكن الجن وللأسف أفسدوا في الأرض، فلم ينشروا فيها إلا الفساد، حتى قالت الملائكة لما أراد الله عز وجل أن يخلق الإنس، قالت: أتجعل فيها، أي في الأرض، من يفسد فيها
ويسفك الدماء، أي ظنت الملائكة أن الإنس سيكونون كالجن يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. أفسدت الجن في الأرض سنوات وسنوات طويلة، فأرسل الله عز وجل إليهم الملائكة تعذبهم، كلما أفسدوا كلما أرسلت إليهم الملائكة تعذبهم، حتى أبعدتهم الملائكة إلى الجزور، أي الجزر، أبعدتهم الملائكة إلى جزر يعيشون فيها، حبستهم الملائكة في جزر لا يقتربون من الأرض حتى لا يدمروا الأرض ومن فيها ومن عليها، لأن في الأرض طيور، حيوانات، كائنات أخرى تعيش، هذه الجن لم تدعها تعيش لوحدها، فأسفكت الدماء وأفسدت في الأرض، فطردتها الملائكة وحبستها في جزر. كان من الجن جني يعبد الله عز وجل، لم يكن كغيره من الجن، كانت له مكانة، وكان يعني لم يفسد كما فسد أقرانه من الجن. وهذا الجني اسمه إبليس، لكرامته ولعبادته لله ولتقواه ولحسن عبادته رفعه الله عز وجل وجعله في السماء مع الملائكة، لأنه كان عابداً، كان صالحاً إبليس، هذا في بداية الأمر، فعاش في الملأ الأعلى مع ملائكة السماء، الله أكرمه وظل زمناً طويلاً في السماء، الجن في الأرض، أما إبليس فهو في السماء، حتى جاء اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم، خلقه بيده من تراب الأرض، أمر أحد الملائكة لعله جبريل أن يأخذ قبضة من تراب الأرض، فأخذ هذه التربة وصنع وخلق منها بيده جل وعلا آدم عليه السلام، فلما تشكلت جثة أو جسم آدم لم ينفخ فيه الروح، جاء إبليس الذي يعيش مع الملائكة في السماء، جاء عند هذا المخلوق الجديد فحسده واغتاظ منه، لأنه مكرم معزز، خاف أن يأتي مخلوق فيأخذ مكانه. شوفوا الحسد، شوفوا خبث النفس، رجع إبليس إلى طبيعة الجن مرة أخرى، مع أن الله أكرمه، مع أن الله عز وجل رفعه، لكن ما نفع فيه. فإذا بإبليس يحوم حوله هذا المخلوق الجديد، يدخل في منخره، في جوفه، ويخرج منه، يدخل في داخل هذا الجسد ويخرج منه مرة أخرى، ويقول إنك أجوف، ولئن سلطت عليك لأهلكنك، وكان يقول للملائكة لا عليكم من، لئن تسلطت عليه لأهلكنه. الملائكة لا تعصي الله عز وجل ولا تفكر بسوء، لكن إبليس بدأ يرجع لطبيعته الخبيثة مرة أخرى، حتى خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح، وعطس آدم وعلمه الله عز وجل من العلم، وأمر الملائكة أن تسجد له. تسجد لمن؟ لآدم. أمر الله الملائكة، وكان بينهم إبليس، كان يتعبد الله كالملائكة في السماء، لكن النفس فيها خبث، لا زالت يتعبد الله مع الملائكة، الله كافأ على صنيعه. لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا، سجد الملائكة وظل إبليس قائما، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال الله عز وجل للملائكة اسجدوا، فسجد الملائكة كلهم، سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله عز وجل لإبليس لما لم تسجد؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير من هذا المخلوق، أنا من نار وهذا من طين، أنا أصل خلقي أفضل من أصل خلقه، كيف أسجد له؟ كيف يكرم وأنا أسجد لهذا؟ ما أسجد. الله يأمره وهو يرد أمر الله عز وجل. ومن اعترض على الله عز وجل كاعتراض إبليس كفر،
هذا استكبار، هذا رد الأمر استكبارا وعلوا، ولهذا يسمى الكفر كفر إبليس، ومعارضة إبليس ورد أمر إبليس كان استكبارا. إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس كان من الجن، الله يقول في القرآن ففسق عن أمر ربه، لعنه الله عز وجل وطرده من الجنة لما اعترض على السجود لآدم. طلب إبليس من ربه طلبا، قال يا رب، ربي لعنتني طردتني، أخرني وأنظرني إلى يوم يبعثون، ما أريد شيئا، أريد فقط أن تمهلني إلى يوم القيامة، ألا أموت والجن يعمرون أكثر من الإنس، مع هذا يموتون، لكن إبليس طلب من ربي أن يقيه إلى يوم القيامة. لما؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني. أعوذ بالله، شوف الأسلوب الخبيث، إبليس يقول لربه بما أغويتني، هل الله أغواك؟ أنت الذي استكبرت، أنت الذي عانت، لكن إبليس عليه لعنة الله قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، سوف أفعل كل شيء لأضلهم عن سبيلك. طرده الله من جنته، من رحمته أسكن آدم عليه السلام في تلك الجنة، في تلك الرحمة، وخلق من ضلع آدم حواء زوجته، وعاش آدم وحواء أجمل حياة في الجنة. الآن إبليس مطرود والملائكة تمنعه عن دخول الجنة التي طرد منها، طيب ماذا يفعل؟ كان هناك حيوان يدخل ويخرج من الجنة، هذا في الملأ الأعلى، الله أعلم كيف كان. ما هذا الحيوان؟ إنه الثعبان الحية، كانت تدخل إلى الجنة وتخرج منها. يروى في الأخبار أن إبليس طلب من الحية أن يدخل إلى جوفها فتدخل إلى الجنة ويدخل معها، وفعلا فعلت الحية ما أراد وأدخلت إبليس إلى الجنة مرة أخرى، والله يعلم، لكن الله عز وجل أراد أن يختبر آدم، اختبر زوجته، اختبر البشر، كل هذا مقدر والله عز وجل يعلمه. دخل إبليس إلى الجنة وظل فيها سنين يوسوس لمن؟ يوسوس لآدم إلا يخرج من الجنة مثل ما أخرج منها. اللي يتبع الآن الشيطان ويستجيب لشيطانه وإبليس، انظروا للعداوة الأولى، لولا إبليس ولولا شياطينه لكنا الآن في الجنة. دخل إلى الجنة وأخذ يوسوس، وسوس لهم الشيطان، أخذ يقول لآدم يا آدم ماذا منعك الله من الجنة؟ منع شجرة، قال لآدم وحواء لا تأكل من هذه الشجرة فتكون من الظالمين، هذه الشجرة ممنوعة، كل أشجار الجنة حلال، كل ثمار الجنة حلال، كل أنهار الجنة حلال إلا هذه الشجرة. فقال لهما إبليس أتعلمان لما منعكما الله من هذه الشجرة؟ قال آدم لا نعلم. قال ما منعكما ربكما وما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، لأنك لو أكلت من الشجرة يا آدم صرت ملك، مو بس كذي، راح تصير خالد في هذه الجنة. قال وإذا؟ قال كل حتى تصير ملكا وتخلد في هذه الجنة. ما رضي آدم، ولا زال وراءه سنوات وسنوات، يقولون بدأت حواء تستجيب له أكثر من آدم، هي استجابت قبل آدم عليه السلام. وسوس لهما الشيطان، ما صدقه آدم حتى جاء اليوم الذي أقسم له بالله العظيم وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. لما أقسم بالله ظن آدم أنه لا أحد يقسم بالله كاذبا، مستحيل واحد يقسم بالله وهو كاذب، فاستجاب آدم عليه السلام وحواء وذهبا وأكلا من تلك الشجرة. لما أكلا بدت السوءات وطفقا يخصفان يغطون العورات في تلك الجنة، وإبليس فرحان مما فعل، وندم آدم، لكن الله عز وجل أخرج آدم وحواء من الجنة وأنزلهما إلى الأرض ومعهما إبليس، الثلاثة نزلوا إلى الأرض. قلنا اهبطوا منها جميعا، ثلاثة نزلوا إلى الأرض لتبدأ العداوة مرة أخرى. ف
فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا ضل ولا أشقى. بدأت العداوة بين الجن، هذه قصة الجن في الأزل، وبدأت العداوة عداوة الجن والشياطين للإنس على وجه الأرض. ماذا حصل وماذا حدث وماذا فعل إبليس؟ الله عز وجل أعطاه مهلة إلى يوم القيامة يعيش، وله ذرية، وجند كل ذريته لحرب آدم وذريته، لحرب الإنس، لصدهم عن سبيل الله عز وجل. ماذا يفعل الشيطان وأين مكانه الآن؟ إبليس وين مكانه؟ وما حقيقة الصراع بين الجن وبين الإنس؟ وهل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جناً؟ وهل رأى الشياطين؟ وهل هناك حوادث بينه وبين الجن؟ وهل كل الجن شياطين لإبليس وخدم لإبليس؟ أم أن هناك جزء من الجن لا علاقة لهم بإبليس؟ هذا ما سوف نعرفه، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها، السماء بلا عنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من حلقات هذا البرنامج، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم فيه. قصة الجن الذين يعيشون على هذه الأرض معنا، ما قصتهم وما حقيقتهم؟ الله عز وجل خلق الجن قبل الإنس بآلاف السنين، كما خلق الإنس من طين فقد خلق الجن من نار، وكانوا يعيشون على هذه الأرض قبل الإنس بآلاف السنين، الله أعلم كم سنة، لكنهم كانوا في الأرض يفسدون فيها، مع أن الله عز وجل ما خلقهم، كما أنه ما خلق الإنس إلا لعبادته، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن الجن وللأسف أفسدوا في الأرض فلم ينشروا فيها إلا الفساد، حتى قالت الملائكة لما أراد الله عز وجل أن يخلق الإنس، قالت: أتجعل فيها، أي في الأرض، من يفسد فيها ويسفك الدماء، أي ظنت الملائكة أن الإنس سيكونون كالجن يفسدون في الأرض ويسفكون الدماء. أفسدت الجن في الأرض سنوات وسنوات طويلة، فأرسل الله عز وجل إليهم الملائكة تعذبهم، كلما أفسدوا كلما أرسلت إليهم الملائكة تعذبهم، حتى أبعدتهم الملائكة إلى الجزور، أي الجزر، أبعدتهم الملائكة إلى جزر يعيشون فيها، حبستهم الملائكة في جزر لا يقتربون من الأرض حتى لا يدمروا الأرض ومن فيها ومن عليها، لأن في الأرض طيور، حيوانات، كائنات أخرى تعيش، هذه الجن لم تدعها تعيش لوحدها، فأسفكت الدماء وأفسدت في الأرض، فطردتها الملائكة وحبستها في جزر. كان من الجن جني يعبد الله عز وجل، لم يكن كغيره من الجن، كانت له مكانة، وكان يعني لم يفسد كما فسد أقرانه من الجن، وهذا الجني اسمه إبليس، لكرامته ولعبادته لله ولتقواه ولحسن عبادته رفعه الله عز وجل وجعله في السماء مع الملائكة، لأنه كان عابدا، كان صالحا، إبليس هذا في بداية الأمر، فعاش في الملأ الأعلى مع ملائكة السماء، الله أكرمه، وظل زمنا طويلا في السماء، الجن في الأرض، أما إبليس فهو في السماء، حتى جاء اليوم الذي خلق الله عز وجل فيه آدم، خلقه بيده من تراب الأرض، أمر أحد الملائكة لعله جبريل أن يأخذ قبضة من تراب الأرض، فأخذ هذه التربة وصنع وخلق منها بيده جل وعلا آدم عليه السلام، فلما تشكلت جثة أو جسم آدم لم ينفخ فيه الروح، جاء إبليس الذي يعيش مع الملائكة في السماء، جاء عند هذا المخلوق الجديد فحسده،
واغتاظ منه لأنه مكرم معزز، خاف أن يأتي مخلوق فيأخذ مكانه. شوفوا الحسد، شوفوا خبث النفس. رجع إبليس إلى طبيعة الجن مرة أخرى مع أن الله أكرمه، مع أن الله عز وجل رفعه، لكن ما نفع فيه. فإذا بإبليس يحوم حوله هذا المخلوق الجديد، يدخل في منخره في جوفه ويخرج منه، يدخل في داخل هذا الجسد ويخرج منه مرة أخرى، ويقول إنك أجوف، ولئن سلطت عليك لأهلكنك. وكان يقول للملائكة لا عليكم من، لئن تسلطت عليه لأهلكنه. الملائكة لا تعصي الله عز وجل ولا تفكر بسوء، لكن إبليس بدأ يرجع لطبيعته الخبيثة مرة أخرى، حتى خلق الله عز وجل آدم ونفخ فيه الروح، وعطس آدم وعلمه الله عز وجل من العلم، وأمر الملائكة أن تسجد له. تسجد لمن؟ لآدم. أمر الله الملائكة، وكان بينهم إبليس، كان يتعبد الله كالملائكة في السماء، لكن النفس فيها خبث لا زالت يتعبد الله مع الملائكة. الله كافأ على صنيعه، لما أمر الله عز وجل الملائكة أن يسجدوا سجد الملائكة وظل إبليس قائما. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال الله عز وجل للملائكة اسجدوا، فسجد الملائكة كلهم، سجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. قال الله عز وجل لإبليس لما لم تسجد؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. أنا خير من هذا المخلوق، أنا من نار وهذا من طين، أنا أصل خلقي أفضل من أصل خلقه، كيف أسجد له؟ كيف يكرم وأنا أسجد لهذا؟ ما أسجد. الله يأمره وهو يرد أمر الله عز وجل. ومن اعترض على الله عز وجل كاعتراض إبليس كفر، هذا استكبار، هذا رد الأمر استكبارا وعلوا، ولهذا يسمى الكفر كفر إبليس، ومعارضة إبليس ورد أمر إبليس كان استكبارا. إلا إبليس أبى واستكبر، إلا إبليس كان من الجن، الله يقول في القرآن، ففسق عن أمر ربه، لعنه الله عز وجل وطرده من الجنة لما اعترض على السجود لآدم. طلب إبليس من ربه طلبا، قال يا رب، ربي لعنتني طردتني، أخرني وأنظرني إلى يوم يبعثون، ما أريد شيئا، أريد فقط أن تمهلني إلى يوم القيامة، ألا أموت والجن يعمرون أكثر من الإنس، مع هذا يموتون، لكن إبليس طلب من ربي أن يقيه إلى يوم القيامة. لما؟ قال أنظرني إلى يوم يبعثون، قال إنك من المنظرين، قال فبما أغويتني. أعوذ بالله، شوف الأسلوب الخبيث، إبليس يقول لربه بما أغويتني، هل الله أغواك؟ أنت الذي استكبرت، أنت الذي عانت، لكن إبليس عليه لعنة الله قال بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. سوف أفعل كل شيء لأضلهم عن سبيلك. طرده الله من جنته، من رحمته أسكن آدم عليه السلام في تلك الجنة في تلك الرحمة، وخلق من ضلع آدم حواء زوجته، وعاش آدم وحواء أجمل حياة في الجنة. الآن إبليس مطرود والملائكة تمنعه عن دخول الجنة التي طرد منها، طيب ماذا يفعل؟ كان هناك حيوان يدخل ويخرج من الجنة، هذا في الملأ الأعلى، الله أعلم كيف كان. ما هذا الحيوان؟ إنه الثعبان الحية، كانت تدخل إلى الجنة وتخرج منها. يروى في الأخبار أن إبليس طلب من الحية أن يدخل إلى جوفها فتدخل إلى الجنة ويدخل معها، وفعلا
فعلت الحية ما أراد وأدخلت إبليس إلى الجنة مرة أخرى، والله يعلم، لكن الله عز وجل أراد أن يختبر آدم، اختبر زوجته، اختبر البشر، كل هذا مقدر والله عز وجل يعلمه. دخل إبليس إلى الجنة وظل فيها سنين يوسوس لمن؟ يوسوس لآدم، إلا يخرج من الجنة مثل ما أخرج منها. اللي يتبع الآن الشيطان ويستجيب لشيطانه وإبليس، انظروا للعداوة الأولى، لولا إبليس ولولا شياطينه لكنا الآن في الجنة. دخل إلى الجنة وأخذ يوسوس، وسوس لهم الشيطان، أخذ يقول لآدم: يا آدم، ماذا منعك الله من الجنة؟ منع شجرة، قال لآدم وحواء: لا تأكلا من هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. هذه الشجرة ممنوعة، كل أشجار الجنة حلال، كل ثمار الجنة حلال، كل أنهار الجنة حلال، إلا هذه الشجرة. فقال لهما إبليس: أتعلمان لما منعكما الله من هذه الشجرة؟ قال آدم: لا نعلم. قال: ما منعكما ربكما وما نهاكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين، لأنك لو أكلت من الشجرة يا آدم صرت ملك، مو بس كذي، راح تصير خالد في هذه الجنة. قال: وإذا؟ قال: كل حتى تصير ملكا وتخلد في هذه الجنة. ما رضي آدم، ولا زال وراءه سنوات وسنوات. يقولون بدأت حواء تستجيب له أكثر من آدم، هي استجابت قبل آدم عليه السلام. وسوس لهما الشيطان، ما صدقه آدم حتى جاء اليوم الذي أقسم له بالله العظيم وقاسمهما: إني لكما لمن الناصحين. لما أقسم بالله ظن آدم أنه لا أحد يقسم بالله كاذبا، مستحيل واحد يقسم بالله وهو كاذب. فاستجاب آدم عليه السلام وحواء وذهبا وأكلا من تلك الشجرة. لما أكلا بدت السوءات، وطفقا يخصفان يغطون العورات في تلك الجنة، وإبليس فرحان مما فعل، وندم آدم، لكن الله عز وجل أخرج آدم وحواء من الجنة وأنزلهما إلى الأرض ومعهما إبليس. الثلاثة نزلوا إلى الأرض، قلنا اهبطوا منها جميعا. ثلاثة نزلوا إلى الأرض لتبدأ العداوة مرة أخرى. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. بدأت العداوة بين الجن، هذه قصة الجن في الأزل، وبدأت العداوة أنا عداوة الجن والشياطين للإنس على وجه الأرض. ماذا حصل وماذا حدث وماذا فعل إبليس؟ الله عز وجل أعطاه مهلة إلى يوم القيامة يعيش، وله ذرية، وجند كل ذريته لحرب آدم وذريته، لحرب الإنس، لصدهم عن سبيل الله عز وجل. ماذا يفعل الشيطان وأين مكانه الآن؟ إبليس وين مكانه؟ وما حقيقة الصراع بين الجن وبين الإنس؟ وهل رأى النبي صلى الله عليه وآله وسلم جناً؟ وهل رأى الشياطين؟ وهل هناك حوادث بينه وبين الجن؟ وهل كل الجن شياطين لإبليس وخدم لإبليس؟ أم أن هناك جزء من الجن لا علاقة لهم بإبليس؟ هذا ما سوف نعرفه، لكن كونوا معنا بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة من وحيها عبر حوت معناها. بدأت العداوة في الأرض، الأرض ليس فيها إلا آدم وحواء، يقال أنهما نزلا في أرضين متباعدين والتقيا في عرفات، والعلم عند الله عز وجل. المهم نزلا إلى الأرض ولم تكن لهما ذرية إلا في الأرض، بدأت الذرية في الأرض تكثر، وكانوا كلهم على التوحيد. وبدأ الشيطان إبليس جعل له عرش على ماء في الأرض، الله أعلم وين هذه الماء، أي بحر أي محيط، فيه عرش إبليس، وله أتباع وجنود، وذريته كلها سخرها في إغواء بني آدم. والشياطين الموجودين من قبل نفس الشيء، كلهم صاروا خدم لإبليس الذي صار زعيماً، لأنه المعمر، هو الذي ظل آلاف السنين على وجه الأرض. كل الشياطين تموت، الجن تموت، لكن إبليس ما يموت إلا يوم القيامة كما أذن الله له. فصار أكبرهم وصار سيدهم، وصارت ذريته كلها خدم له، وبدأ يغوي بني آدم. بدأ بالذنوب والمعاصي شيئا فشيئا،
أول جريمة قتل قدر على بني آدم قابيل لما قتل هابيل بإغواء من؟ إبليس وشياطينه وذرية إبليس، هذه أول جريمة قتل على وجه الأرض. بدأت الذنوب والمعاصي تنتشر في الأرض شيئا فشيئا، لكن ما قدر أن يوقعهم بالشرك. بعد مئات السنين من آدم عليه السلام إلى أن جاء قوم نوح، أول شرك وقع على وجه الأرض. كيف قدر إبليس عليهم؟ إبليس جاءهم، وكان هناك في قوم نوح أناس صالحون، ود وسواع ويغوث ويعوق ونسرى، هؤلاء كلها أناس صالحون، أسماء أناس صالحين. جاء إبليس وجاءت الشياطين إلى قوم نوح فقالوا لهم لما مات هؤلاء الصالحون، قالوا ما رأيكم لو تجعلوا لهم تماثيل وصور لهذه الناس الصالحة الميتة، اجعلوا لهم صورا وتماثيل، لأنكم إذا رأيتم تماثيلهم وصورهم تذكرتم نصائحهم، ذكروكم بالله جل وعلا فتذكرتم الله، يعني مو عشان تعبدونهم، لا، عظموا قبورهم، عظموا صورهم، عظموا تماثيلهم، ليس لهم لكن تعظيما لله، لأنهم يذكرونكم بالله، وكانوا أناسا صالحين. صنعوا، عظموا قبورهم، جعلوا عليها أشكال، جعلوا لهم تماثيل وصور علشان يذكرونهم بالله. راح جيل بعد جيل والإيمان يضعف والدين يقل والشياطين تلح عليهم، طيب لا تعبدونها لكن اجعلوا هذه الأصنام وهذه الآلهة وهذه القبور واسطة بينكم وبين رب العالمين. الشياطين تنتظر سنوات ويمكن مئات السنين علشان شيء واحد بس. حتى مر جيل بعد جيل، فجاء قوم أخذوا يعبدون هذه الأصنام وهذه القبور وهذه الأوثان، أخذوا يعبدونها من دون الله عز وجل، وبدأ أول شرك على وجه الأرض، فأرسل الله لهم نوحا عليه السلام. استمرت الشياطين في الأرض، إبليس جالس على عرش وله خدم، والخدم شو يسوون؟ يروحون أتباع إبليس يذهبون في الأرض يضلون الناس، فيأتيه الشيطان فيقول له إبليس ماذا صنعت؟ يقول لازلت به حتى زنى ولا شيء، الآخر لازلت به حتى سرق ولا شيء، لازلت به حتى شرب الخمر ما سوت شيء. فيأتيه شيطان فيقول لازلت به حتى فرقت بينه وبين زوجته، فيقول أنت أنت، تعال تعال، يقربه. يعلم الشيطان التفريق بين المرء وزوجه من أعظم أهدافه، يدمر فيها المجتمعات. الشيطان على العرش على البحر، إبليس ويرسل جنوده قرنا بعد آخر، حتى جاء نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء والرسل. هنا إبليس بنفسه اغتاظ، اغتاظ من هذا النبي، اغتاظ من كل الأنبياء، لكن هذا النبي اغتاظ أشد الغيظ له، حتى كان يتدخل بنفسه، ما يرسل له الشياطين، كان بنفسه يذهب إليه يحاول أن يقضي على محمد، يحاول أن يصد الناس عن دعوته بنفسه. حتى يوم من الأيام لما علم أن كبار قريش تريد أن تكيد بمحمد صلى الله عليه وسلم بنفسه راح، تمثل شيخا من نجد نجدي ودخل على داري الندوة عندهم عند أبي جهل، وأخذ يعطيهم رأيه، فلما قال أحدهم نقتله قال نعم الرأي رأيه، أيده وجعل الناس يقتنعون بقتل محمد صلى الله عليه وسلم. إبليس، إلا إبليس، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو. الله يقول حق البشر تتخذون إبليس وجماعته وذريته أولياء، تتركون رب العالمين وهم لكم عدو، بئس للظالمين بدلا. بدأت العداوة، إبليس يؤجج قريش، شياطين تؤجج قريش على رسول الله، فعادوا رسول الله، آذوا رسول الله حتى خرج إلى المدينة، فحرض قريشا على قتاله. من الذي حرب؟ إبليس بنفسه، وجاء إليهم بصورة سراقة بن مالك. إبليس معركته مع رسول الله هذه أشد معركة، يعرف أنه لو انتصر قضى على الدين في الأرض،
لكن لو لم ينتصر كل اللي سواه من سنوات طويلة ينتهي. حرض قريش على شكل إنسان جاهم شكل سراقة بن مالك وقال لهم إني جار لكم، أنا عندي أقوام وياكم راح يقاتلون، وروحوا قاتلوا ما عليكم منا وراح نقاتل معاكم وراح نفعل ونفعل. فلما وصل إلى المعركة ورأى الملائكة تتنزل هرب، قالوا له يا سراقة وين رايح؟ قال إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، الله شديد العقاب. هرب وولى من المعركة حتى وصل إلى البحر. شوف وين وصل، رجع إلى عرشه رجل هذا المخلوق من خبثه ومن شره كان يدل المشركين على رسول الله ويحرض المشركين على رسول الله، حاول أرسل جنوده أرسل جيشه على رسول الله وعلى أصحاب رسول الله، لكن الإيمان الذي ازداد كان يطرد الشياطين. حتى أن عمر الذي أسلم والذي كان بإسلامه عز لهذه الأمة ما سلك فجاً إلا وهربت الشياطين، إلا سلك الشيطان فجاً غيره. أتباع محمد صلى الله عليه وسلم كانوا يطردون الشياطين، أما أتباع إبليس فإنهم كانوا يفرون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. المعركة حامية، ليست المعركة فقط بين أبي جهل ورسول الله، بين أبي لهب وبين رسول الله، المعركة الأعظم بين إبليس وبين الأنبياء والرسل. إبليس لا زال يرسل جنوده وجيشه حتى حصلت بعض الحوادث. يوم من الأيام يقول أبو هريرة كانت الصدقة، أمنني رسول الله على الصدقة، على مال الصدقة تمر وغيره كان حاطة في بيته وهو الأمين عليه. يقول وفي الليل سمعت صوتا، بالليل سمع صوت يقول فإذا برجل يسرق من الصدقة، رجل كبير شايب، يقول فذهبت ومسكته قلت لأذهبن بك إلى رسول الله. قال لا تفعل، فوالله إني رجل كبير وعندي عيال ولا أملك شيئا من الطعام، تركني يعني أنا بحاجة لهذه الصدقة. فقال أبو هريرة فتركته، وكان حارس أمين أبو هريرة. يقول في الليلة الثانية جاءني فمسكته قلت أنت الذي كذبت علي البارحة وعاهدتني؟ قال والله أنا رجل كبير شيخ عليل وعندي أولاد، اتركني يا أبا هريرة. يقول فتركته. في اليوم الثالث مسكته قلت الآن أذهبن بك إلى رسول الله، خلاص هذه مرة الثالثة ما في عهد ووعد بيني وبينك. قال أعلمك شيء وتتركني؟ قال قل. قال إذا أويت إلى فراشك فقرأ الله لا إله إلا هو الحي القيوم، يعني آية الكرسي، فإن قرأتها فلا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. غريب النصيحة، أبو هريرة هو وعاء السنة يعرف الأحاديث، ورجل يقول له هذه النصيحة؟ من هذا الرجل الذي يعلم أبا هريرة؟ تركه أبو هريرة. في الصباح ذهب أبو هريرة إلى رسول الله وجلس عنده، قال يا رسول الله رجل ثلاث أيام وجاءني وفعل كذا وكذا. وكان أبو هريرة في كل يوم يعلم الرسول، والرسول يقول له راح يرجع وراح يرجع وراح يرجع، كل يوم كان يقول له النبي صلى الله عليه وسلم. لكن في اليوم الثالث قال حق الرسول شنو النصيحة اللي علمه إياها؟ ماذا قال النبي؟ قال أتعرف من صاحبك يا أبا هريرة؟ تدري من هذا الرجل؟ قال لا، اشتراني. قال إنه الشيطان، هذا الشيطان من الشياطين جايك، صدقك وهو كذوب. الشياطين تكذب دائما، لكن في هذه الكلمة صدقك، يعني لو قرأت آية الكرسي لا يزال عليك من الله حافظ حتى تصبح. نعم، لأن الشياطين تعلم أن الله يحفظ ابن آدم بهذه الآية. الجن والشياطين جاءت إلى رسول الله، الجن الله عز وجل بعد أن ذهب النبي إلى الطائف ورده أهل الطائف ورجع إلى مكة، في الطريق التقى بالجن من نصيبين وفد من الجن، جاءوا إلى رسول الله فاستمعوا القرآن وكانوا أهل إيمان وتقوى، كانوا على دين موسى عليه السلام. فلما سمعوا القرآن قال بعضهم لبعض أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. آمنوا بالله جل وعلا وكفروا بكل معبودات غير الله جل وعلا. الجن في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حصلت بعض المواقف، بل كان يصلي يوم من الأيام
مسك النبي شيئا، الصحابة تعجبوا ايش فيه ما يشوفون شيء، قال هذا شيطان عرض لي في الصلاة. فمسكه النبي صلى الله عليه وسلم بيده، يقول حتى أحسست بلعابه، ببرد لعابه على يده. قال لولا دعوة أخي سليمان لربطته في سارية المسجد يلعب به الصبيان. لأن شنو دعوة سليمان؟ اجعل لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. ظل الجن والشياطين، منهم المؤمن ومنهم الكافر، خلق كخلق الإنس، لكنهم فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، فيهم الصالحون فيهم دون ذلك. ظلوا على وجه الأرض، شياطينهم تصرف الناس عن عبادة الله جل وعلا، حتى يرث الله الأرض ومن عليها. نتعجب صح ولا لا من قصة الجن والشياطين؟ ونتعجب اليوم لما نشوف أناس من البشر كرمهم الله يقولون حنا عبدة الشيطان، عجيب أمرهم. لكن من اتبع الشيطان سيحشر معه في جهنم يوم يخطب فيهم إبليس فيقول إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. هذه قصة الجن والشياطين باختصار التي ذكرت في القرآن والسنة. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في هذه الحلقة من هذا البرنامج الذي أسأل الله جل وعلا أن يكون زادا لنا حتى نلقى الله عز وجل. معنا اليوم قصة من القصص التي رواها النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما جاء في صحيح مسلم. روى هذه القصة النبي على أصحابه ليثبتهم على دينهم بها. أحيانا مثل هذه القصص تثبت الإنسان على دينه وعلى طاعة ربه، بل أحيانا تعلمنا فوائد كثيرة، خصوصا قصة اليوم فيها من العبر ومن الفوائد الشيء الكثير. مهما ذكرنا فإن الوقت لن يتسع على استخلاص كل فوائدها، فقد أوتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم جوامع الكلم، يقول قصة لكن تستخرج منها فوائد وأحكام واستنباطات وربما أحكام شرعية. يقول كان في من كان قبلكم ملك عنده ساحر، ملك يخدع الناس بهذا الساحر كما كان فرعون يفعل، كان يقول أنا ربكم الأعلى، وكان عنده سحرة يوهمون الناس بأن له قدرات وليس فعلهم إلا سحر وشياطين. وهذا الملك الذي يخدع الناس نفس الشيء، كان يقول أنا ربكم، وكان عنده ساحر يفعل له بعض الأعمال فيظن الناس أنه صحيح هذا ربنا والعياذ بالله. جهل من الناس وجهل من هذا الساحر وهذا الملك وغيره. فلما كبر هذا الساحر علم أنه سيموت، قال للملك ابعث لي غلاما أعلمه. فأرسل الملك له غلاما. طبعا احنا نتصور أن الملك ما جاب أي غلام، أكيد اختار غلام من بين الغلمان، أكيد أن فيه نباهة، فيه ذكاء، فيه عقل، فيه فطنة، غلام سبق أقرانه، ولهذا أرسله الملك إلى الساحر يتعلم السحر. وش معنى الغلام؟ لأن هذا الغلام سيكون في المستقبل شابا ثم يكون رجلا وكهلا، يعني له مستقبل وراءه. الاهتمام بالطفل أهم ما في إصلاح أي مجتمع. نبي نصلح مجتمع لازم نهتم بالغلمان، نبي نؤسس فكرة أو ننشر فكرة في الأمم لازم نهتم بالغلمان بالصغار. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهتم بالصغار، كعلي بن أبي طالب أول من أسلم من الصبيان اهتم به النبي فصار سيدا من سادات هذه الأمة، علي بن أبي طالب. اهتم في ابن عباس وهو صغير اهتم به النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصار ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة. الملك بحث عن غلام فوجد غلاما نبيها عاقلا ذكيا فجاء به وطلب من الغلام أن يتعلم السحر من هذا الساحر. والسحر علم، نعم علم، لكنه كفر بالله جل وعلا، ما يتعلمه الإنسان إلا ويكفر بالله.
لازم، لأن الشياطين ما تستجيب للساحر إلا بعد أن يتقرب إليها، يعبدها من دون الله، يكفر بالله. بعض السحرة والعياذ بالله الآن يهينون القرآن، يتبولون على القرآن جل الله المصحف، يسبون الأنبياء، يفعلون أفعال كفر قبيحة، بعدها يصبحون سحرة. فذهب الغلام إلى الساحر يتعلم السحر ليكون خليفة لهذا الساحر، وإلا ملك الملك يضيع، كذب على الناس أنا ربكم يروح خلاص، إذا مات الساحر ماكو شيء، الناس تعرف كذبه. فبدأ الغلام يتعلم، وفي طريقه كل يوم يطلع من أهله يروح حق الساحر يتعلم، في الطريق كان يرى رجلا غريب المنظر، غريب الكلام، رجل كان يرى رجلا في صومعته في بيته، ما يخرج مع الناس، ما يختلط بالناس، عنده كلام غريب وعنده حركات غريبة. فدخل الغلام الذكي الفطن واستأذن من هذا الرجل فجلس، قال من أنت؟ قال أنا راهب. وماذا يعني راهب؟ أخبره بالخبر، أنا راهب أتعبد الله. قال يعني الملك؟ تتعبد الملك؟ قال لا، أتعبد رب الملك وربي وربك. قال من تقصد؟ أخذ الغلام الذكي النبيه يستمع إلى كلام الراهب فأعجبه، استأنس، هذا كلام جميل. ولأن الغلام كان ذكيا أذكى من رجال ذلك الزمن، بدأ يرتاح لكلام الراهب، يجلس شوي معه، بعدين يروح حق الساحر، ويبدأ الساحر يسأله لما تأخرت؟ تأخرت. فيبدأ الساحر يضربه قاسي، لأنه ما في رحمة، ما في دين، ما في إيمان، رجل خبيث مع الشياطين، فيضرب الغلام ضربا. فإذا رجع الغلام من الساحر مجبور يروح حق الساحر، يرجع إلى الراهب فيجلس عنده فيهدأ قليلا ويرتاح من كلامه. أراد الله لهذا الغلام أمرا، أرادوا أن يضلوه، لكن من يهدي الله فلا مضل له. فإذا بالغلام يرجع إلى الراهب فيشتكي عند الراهب ضربني الساحر، ويشتكي أن أهله في العودة أيضا يضربونه، أهل يضربوني إذا تأخرت عندك، والساحر يضربني إذا تأخرت عندك، لأن في الطريق في الروح وفي الرجعة يجلس مع الراهب، والراهب يعلمه الدين. فقال له الراهب إذا سألك الساحر قل حبسني أهلي، أهلي أخروني، وإذا سألك أهلك قل حبسني الساحر. تطلع من هذين وتطلع من هذا، لعله نوع من الكذب، لكن الله عز وجل لعله أباح لهم هذا الأمر في شريعتهم حتى ينجو هذا الغلام ما يتحمل. وكان كل يوم في طريقه يجلس عند الراهب شوي في الذهاب وفي العودة، يسمع من الساحر ويسمع من الراهب، فشتان بين الاثنين، نقيضان يتعلم منهما الغلام. في يوم من الأيام الغلام في طريقه إلى بيته رأى حيوانا عظيما، دابة كبيرة جاءت إلى القرية فأفزعت الناس وجلست في وسط الطريق، فخاف الناس منها، الناس كلها خايفة، الناس كلها تراجعت، ما حد تجرأ أن يقترب من هذه الدابة، ربما ثعبان عظيم، ربما سبع، ربما شيء، دابة عظيمة، كل الناس خايفة تقترب منها، وقطعت على الناس طريقهم. نظر الغلام الصغير إلى هذه الدابة فقال اللهم إن كان الآن أتأكد الراهب صح أو الساحر، الآن راح يبين من اللي صح، من اللي كلامه حقيقة. قال الراهب يقول لي في الله، والله يستجيب لك إذا دعيته. فقال الغلام اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر ففرج على الناس هذه الدابة، أبعدها عنهم، أهلكها، اكفي الناس شرها. ترى هذا الأمر يعني ما قاله الغلام إلا أن الله عز وجل قذف في قلبه هذا، ولأنه وصل إلى مرتبة من الإيمان ومن العلم، صح كان مترددا لكن ما لجأ إلى الله إلا لأنه وصل إلى مرتبة من اليقين، أخذ الصخر حجر
والناس قاعدة تطالعة، الناس بتخوف الدب مو قادرة. فاقترب الغلام منها فنظر الناس: أيها المجنون ابتعد، ماذا تفعل؟ ستهلكك الدابة، ستقتلك. واقترب الغلام منها ولم يخف، ثم أخذ الحجر فرمى هذه الدابة فأزاحها هذا الحجر وماتت مباشرة. فإذا بالناس يتعجبون: كيف فعل هذا الغلام هذا الأمر؟ الغلام ما هم كلام الناس، لكنه علم أمراً، أن أمر الراهب أحق من أمر الساحر. الله أكبر، الآن تأكد الغلام أن الراهب على حق وأن الساحر على باطل. ولا يفلح الساحر حيث أتى. قال: ما جئت به أيها الساحر باطل، يقولها في نفسه، وما جاء به الراهب هو الحق. إذا تأكد الغلام من شدة فرحه، ذهب إلى الراهب، دخل إليه وقص عليه القصة وأخبره بالخبر. الآن الراهب تعجب، قال: متأكد من الذي حصل؟ قال: نعم، حصل كذا وكذا. تدرون شنو قال الراهب المعلم؟ ايش قال حق التلميذ؟ الأستاذ الشيخ ايش قال حق تلميذه؟ قال: أيها الغلام، إنك اليوم خير مني. وين الأستاذ اللي يقول حق تلميذه كذي؟ في شيخ يقول حق طالب اللي عنده تلميذ: أنت ترى أحسن مني؟ قليل، صح ولا لا؟ هذا ما يصل إليه إلا إنسان في قلبه نوع من التواضع، نوع من الإيمان، أخلاق جعلته يتواضع فيقول لتلميذه: يا غلام، إنك اليوم خير مني وسوف تبتلى. كل واحد يأتي بهذا الدين يبتلى، فإذا ابتليت فلا تدل علي، يعني خلني أنا، ترى أنا كبير بالسن، أنا أعلم اللي أقدر عليه وأسوي اللي أقدر عليه. لكن يا بني، يا غلام، ستبتلى. تخيل غلام صغير ويقول للرجل: إنك ستبتلى. صعب، أليس كذلك؟ الأرقم قالها للنبي، ورقة بن نوفل قالها للرسول صلى الله عليه وسلم، قال: يا ليتني جذعا إذ يخرجك قومك. قال: أو مخرجيهم؟ قال: ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي. الآن الراهب يقول للغلام: ستبتلى. وأنا أقول لكل إنسان يلتزم ويهتدي بالشرع ويبلغ دين الله: ستبتلى. لكن يبتلى المرء على قدر دينه، يختلف البلاء. قال: فإذا ابتليت يا بني فلا تدل علي. فوافق الغلام على هذا، إذا أعانه الله عز وجل. أراد أن يكتم أمر الراهب، خرج الغلام وأجرى الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات، كرامات قد لا تحصل على يد غيره من البشر في ذلك الزمان. توقع الغلام أن يبتليه الله عز وجل، وتعلم الدين من هذا الراهب، وكان مجبورا على الذهاب للساحر، لكن كان يعلم أن فعله باطل. أجرى الله عز وجل على يد هذا الغلام كرامات، فكان يبرئ الأكمه والأبرص. الأعمى اللي مولود وهو أعمى يمسح على وجهه ويدعو الله عز وجل فيشفيه الله تعالى، والأبرص يمسح على جلده فيشفيه الله عز وجل، والمريض يدعو له فيشفيه الله عز وجل. سمع بهذا الأمر رجل يجالس الملك، جليس للملك، نديم للملك، صاحب للملك، وكان أعمى البصر. سمع أن هناك غلام يرجع البصر لصاحبه، فناداه، نادوا هذا الغلام، فنادوا هذا الغلام، فجاء إليه وكان أعمى. قال: يا بني، سمعت أنك تشفي وترجع البصر لصاحبه، فإن فعلت وأرجعت إلي بصري ليس هناك أحد بأجمع لك من الأموال مني، يعني ما في أغنى مني، أعطيك ما تشاء من أموال وما تشاء من ذهب وفضة. ما درى هذا المسكين أن الغلام لا يريد أموالا ولا يريد ذهبا ولا يريد فضة، غلام
لكن الآن همه أن يؤمن الناس بالله رب العالمين. ترى شيء غريب صح ولا لا؟ لولا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكر هذه القصة في الصحاح لنا لتعجبنا. قال لك ما تشاء من أموال لكن أرجع علي بصري. فقال الغلام أنا لا أشفي ولا أرجع بصرا لأحد. قال ماذا تقول؟ قال نعم أنا لا أشفي ولا أرجع بصرا لأحد من الناس. قال الناس يقولون. قال الأمر غير صحيح. قال إذن ما هو الصحيح؟ قال الصحيح أن الله عز وجل هو الشافي، أنا أدعوه فيشفيك، فإن شئت آمن به وأدعوه فيشفيك. قال ومن هو الله؟ فعرف الغلام ذلك الرجل من هو الله. الغلام صار أشجع من الراهب، الراهب متخفي لكن الغلام فيه قوة إيمان ويقين وحماس لهذا الدين، بدأ يبلغ دين الله عز وجل. وما همه، ما همه أن هذا جليس الملك ولا مو جليس الملك. فقال له آمنت؟ قال فإذا آمنت به يرجع إلي بصري. قال أدعوه ويرجع إليك بصرك. فآمن جليس الملك بالله تعالى وكفر بالملك. فإذا بالغلام يدعو الله عز وجل ويمسح على وجهه فيبصر مرة أخرى. جليس الملك أبصر فازداد إيمانه بالله جل وعلا، وازداد يقينه بأن دعوة هذا الغلام هي الدعوة الحق لا دعوة غيرها ولا كلام الباطل الذي يقوله الملك. فرح الملك، فرح الجليس بهذه النعمة، نعمة البصر، أن يعطي الله الإنسان البصر بعد أن كان أعمى، نعمة عظيمة. وكان على عهده وعلى وعده، فإذا به يؤمن بالله. مرت الأيام والملك زار هذا الجليس، فلما جلس عنده قال له يا فلان أتبصر؟ تشوف؟ قال نعم. ألم تكن أعمى؟ كنت. من رد عليك بصرك؟ قال ربي. قال يعني أنا؟ قال لا، ربي وربك الله رب العالمين. قال ماذا تقول؟ قال نعم ربي وربك الله رب العالمين. فمسك الجليس وأدخله القصر وأمر الجنود أن يضربوه. صاحبك، هذا صاحبك الذي تجالسه، هذا خليلك، هذا صديق عمرك، لكن الكافر ليس له صاحب، خبيث. حتى صاحبه أدخله القصر وأمر الجنود أن يعذبوه ليرجع عن دينه، فلم يرجع. فعذب ليخبر عمن علمه هذا، فإذا به يبوح بالسر وذكر الغلام واسمه. الغلام اللي ذهبنا به عشان يتعلم السحر ويثبت ديننا وملكنا، هذا الغلام يفعل فينا هذا؟ ائتونا بالغلام. فجيء بالغلام فسأله الملك يا غلام ألك رب غيري؟ قال الغلام نعم أيها الملك، ربي وربك الله رب العالمين، الله رب العالمين. فإذا بالملك يأمر بالغلام ليجلد وليضرب. نعم، لكنه الصبر. يا أيها الذين آمنوا اصبروا، اصبروا وصابروا ورابطوا، واتقوا الله، واتقوا الله لعلكم تفلحون. صبر الغلام على العذاب وما تراجع عن دينه قيد أمله، لكنه لما عذب أخبر عن الراهب. تعذيب، تعذيب أحيانا الإنسان ينسى نفسه خلاص. فجاء بالراهب اللي هو الأصل، اللي هو علم الغلام، جليس الملك، الغلام، الراهب، الثلاثة الآن مؤمنين. فلا زال الملك يعذب الراهب عذابا ولم يتراجع عن دينه أبدا، حتى أمر الملك أن يشق الراهب نصفين. وفعلا
جاء بالمنشار على رأس هذا الراهب، وإذا به يقتل وينشر نصفين أمام من؟ أمام الجليس صاحبه اللي للتو أبصر، وأمام من؟ الغلام الصبي الصغير معلمه شيخه أستاذه ينشر بالمنشار أمامه. يا الله، لما كل هذا؟ أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. كم من إنسان على وجه هذه الأرض قتل في سبيل الله؟ كثيرون. أنبياء ذبحوا. زكريا عليه السلام نشر بالمنشار، نبي الله، وهو في الشجرة، فتح الشجرة ودخل فيها ونشروه مع الشجرة نصفين، حتى ما رفع صوته بالألم. يحيى ابنه أيضا نبي، قطع رأسه وهو ساجد يصلي، قطعوا رأسه وهو ساجد لله عز وجل. أنبياء كثر قتلوا، صالحون قتلوا، شهداء كثر على وجه الأرض، جماجم وجثث ودماء سالت لأجل من؟ لأجل الله عز وجل. نعم، وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله مع الصابرين. لم يستكن أحد منهم في سبيل الله عز وجل. نعم، صبروا، تحملوا. هل الأمر سهل لما الواحد يضع المنشار على رأسه الراهب وهو كبير بالسن، والمنشار على رأسه مو مثل منشارنا اليوم يا جماعة، منشار الأقدمين، يعني تخيل شو صاير، ويبدأ يقطعون رأسه، يعني مو إيده، لا رأسه، الأمر صعب، وينشر نصفين، والأصعب الغلام اللي قاعد يشوفه، والأصعب الجليس الملك اللي توه أبصر، وأنا صاحب الملك وكذي يفعل فيني؟ ليش؟ إيش فعلنا؟ حسب الناس وأن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. فتنة، اختبار، الله عز وجل يريد أن يعرف الصادق من الكاذب. نشر الراهب، رجع الملك الآن إلى جليسه، سأله: أيها الجليس، ترجع عن دينك أو لا ترجع؟ للتو يتهنى الآن، يعني تو الآن متهني بعينه، تو بدأ يشوف الدنيا وملذتها ونعيمها، وبعدين عنده فلوس وعنده خيرات، عند الدنيا كلها مفتوحة أمامه، هل يخسر هذا كله علشان شنو؟ عشان دين جديد؟ نعم، لأن هذا الدين يوافق الفطرة. ضرب، عذب، ما تراجع، جيء بالمنشار على رأس جليس الملك، صاحبك تفعل فيه هذا؟ نعم نعم، الدين يفصل بين الناس، فإذا به بالمنشار يفلق رأسه أمام من؟ أمام الغلام. الدم يسير الحين، ترى الأمر يخرع، أمر يخوف. أنت لو تشوف الآن نعجة أمامك تذبح، أحيانا الواحد فينا يكش، لو إنسان يقطع رأسه قطع عادي الرجال ما يتحملون، كيف بالمنشار؟ وكيف لغلام صغير مسكين ويدري إن مصيره مثل مصيرهم بعد شوي؟ لما قتل الملك الآن الراهب وقتل الجليس، بس بقى هذا الغلام ويتخلص، ينتهي كل شيء. قال لغلام اللي انتشر صيته الآن بالمدينة، بس ما يبي يقتله، يبي يتراجع، لأن هذا الآن مو أي واحد، هذا خليفة الساحر، هذا إذا ضاع ضاع ملك الملك، وهذا الناس كلها سمعت فيه، إذا قتلت الآن يصير شهيد عند الناس، إيش أسوي الحين؟ قال: أترجع؟ قال: ما أرجع. قال: أقتلك؟ قال: أقتلني.
هل صبر هذا الغلام؟ هل تحمل التعذيب؟ هل قتله الملك أو لم يقتله؟ ماذا حصل للغلام من أحداث مع هذا الملك ومع قريته؟ وما الذي جعل الغلام يصبر هذا الصبر؟ أحداث غريبة، كرامات حصلت لهذا الغلام، أشياء حصلت لمن بعد هذا الغلام، أمور غريبة حصلت لهذه القرية، آيات نزلت في القرآن تحكي قصة هذه القرية. كل هذا سوف نعرفه إن شاء الله في الحلقة القادمة.